أهلا بكم إلى نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار، وأبرز ما فيها: مقتل مواطن جراء قصف طيران حفتر لمنزله في عين زارة، وقوات الوفاق تعلن القبض على ضابطين من مسلحي الكرامة. الصحة العالمية توثق مقتل 1093 شخصا من بينهم أكثر من 100 مدني منذ بدء الحرب على العاصمة. المصرف المركزي يعلن بلوغ إيرادات بيع النقد الأجنبي 13 مليار و200 ألف دينار لعام 2018. أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أعلنت هيئة السلامة الوطنية طرابلس مقتل مواطن بمنزله جراء قصف الطيران التابع لحفتر لمنزله الواقع قرب مسجد الكحالي بمنطقة عين زارة. وأضافت الهيئة أنها قامت بانتشال جثة المتوفي وإخماد الحريق بعد هرع فرع الإطفاء والإنقاذ للمكان، وفق ما أعلنته الهيئة على صفحتها بفيسبوك. قال المركز الأعلامي لقوات المنطقة الوسطى إن قواتهم تمكنت من القبض على ضابطين من مسلحي حفتر في الجفرة. هذا وأعلنت عملية بركان الغضب تنفيذ سلاح الجو غارتين استهدفت الأولى خط إمداد لقوات حفتر جنوب منطقة مزدة قرب غريان، فيما دمرت الطلعة القتالية الثانية غرفة عمليات قوات حفتر بمحور وادي الربيع. أكد مصدر محلي من مدينة بن وليد الإفراج عن 4 أشخاص من قوات الوفاق في صفقة تبادل مع مسلحي حفتر. وأضاف المصدر لليبيا الأحرار الاثنين أن عملية تبادل الأسرى جرت بتنسيق مع أعيان بن وليد في المدينة بعد 3 أشهر من أسرهم. وينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مراسل ليبيا الأحرار عبد الوهاب الميطان. أهلا بك، ما جديد التطورات الميدانية على الأرض؟ نعم رفع، التطورات الميدانية على الأرض هو قول أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف في جميع محاور القتال، مع بعض المناوشات الخفيفة والمتقطعة في عدد من محاور القتال. كذلك نظرا ربما بحسب ما افادنا عدد من القاده العسكريين ان سوء الاحوال الجويه نظرا لارتفاع شديد في درجات الحراره الذي تشهده البلاد هذه الايام، ربما نسمع القول انه اثر بشكل كبير على محاور القتال هذه الايام، ولكن هنالك بحسب ما افادنا عدد من القاده العسكريين هنالك استعدادات كبيره تقوم بها قوات حكومه الوفاق الوطني بحيث دعم محاور القتال واعاده تنسيق هذه المحاور والتنظم واعاده التمركز واعداد الخطط تقوم بها حاليا قوات حكومه الوفاق الوطني من اجل شن هجوم المرتقب من قبل على تمركزات قوات حفتر جنوب العاصمة طرابلس. يهدف قوات حكومة الوفاق الوطني بحسب ما أفادنا عدد من القادة الميدانيين من خلال الهجوم القادم الذي تستعد له إلى الذهاب بعيدا في الهجوم على قوات حفتر ربما أبعد مدخل قصب الغشير. هذا بالنسبة لمحاور القتال وما شهدته هذا اليوم، نستطيع القول أن الهدوء الحذر هو سيد الموقف في جميع محاور القتال كما قلت لك رافع،
مع بعض المناوشات الخفيفة والمتقطعة، هذا بالنسبة لمحاور القتال. نعم طيب عبد الوهاب، يعني هل من أي ضربات جوية نفذها سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق اليوم؟ هل من تفاصيل عن هذه الضربات أماكن هذه الضربات؟ لا أي تفاصيل بخصوص سلاح الجو وما نفذه في طلعات. منذ مدة سلاح الجو يتكتم على طلعاته التي يقوم بها، بعض الطلعات التي أعلن عنها يوم أمس فقط سلاح الجو لم يعلن على أي طلعات، أي طلعات قتالية أو حتى طلعات استطلاعية. هذا بالنسبة لمحاور القتال رفع على صعيد الوضع الإنساني هنا في العاصمة طرابلس. على المشكلة الأبرز التي يعاني منها جميع المواطنين سواء النازحين أو مواطنين هنا في العاصمة طرابلس أو حتى الذين في بلوتهم، هو انقطاع التيار الكهربائي لساعات كبيرة، لساعات عديدة تصل إلى 13 ساعة و14 ساعة. هذا بالنسبة الوضع في طرابلس، يعني مشكلة الكهرباء مشكلة كبيرة جدا، الناس مستاؤون هنا في العاصمة انقطاع التيار الكهربائي، ما أثر أيضا انقطاع هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي أثرت على نواحي أخرى من الحياة، منها انقطاع المياه نتيجة انقطاع التيار الكهربائي على مضخات المياه، كذلك انقطاع التيار الكهربائي على محطات الوقود تسبب في طوابير البنزين، يعني طوابير كبيره جدا على محطات البنزين، يعني انقطاع التيار الكهربائي ادى الى مشاكل اخرى، تسبب في مشاكل اخرى كمشاكل البنزين ومشاكل انقطاع المياه. نعم رب. طيب عبد الوهاب، هل من تفاصيل جديده متوفره حول القبض من قبل قوات المحور الجنوبي التابع لبركان الغضب على ضابطين تابعين لحفتر؟ هم فقط أعلنوا على أنهم أبقوا القبض على ضابطين، عندما تواصلنا معهم قالوا أن لا نستطيع الإصلاح بشكل أشياء أخرى إلى حد انتهاء التحقيقات معهم واستجوابهم، ومن ثم نستطيع أن نطلعكم على أشياء أخرى حول هذين الضابطين. كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس مراسل ليبيا الأحرار عبد الوهاب النيطان، شكرا جزيلا لك. في السياق ذاته، أكد أمير قوة حماية وتأمين غريان العميد عبد الله كشلاف استتباب الأوضاع الأمنية داخل غريان منذ تحريرها من مسلحي حفتر نهاية يونيو الماضي. وقال كشلاف في تصريح للأحرار أن طيران حفتر لم يتوقف عن استهداف المدينة بشكل عشوائي منذ دحرهم منها، وهو ما أدى إلى إصابة عدة مواقع ومنشآت مدنية وفق قوله. مذ فرت قوات حفتر من غريان في 26 يونيو الماضي وخسرت غرفة عملياتها الأهم لقيادة العدوان على طرابلس، لم تتوقف عمليات القصف الجوي للمدينة وباتت تستهدف بشكل شبه يومي. آمر قوة حماية وتأمين غريان العميد عبد الله كشلاف أوضح للأحرار أن قصف طيران حفتر كان خلال الأيام الماضية مكثفا وعشوائيا ولا يفرق بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، مؤكدا أن القصف يستهدف كل شيء متحرك حتى ولو كانت سيارة خاصة يستقلها مدنيون. صفحات تابعة لحفتر نشرت أخبارا مفادها أن ما سموها معركة تحرير غريان قد انطلقت، وأنهم يسيطرون على المدخل الجنوبي للمدينة، وهو ما نفاه آمر قوة تأمين غريان مؤكدا وجود بعض التحركات المشبوهة جنوب المدينة، إلا أنهم لا يزالون يسيطرون على بوابة القضامة التي تعد البوابة الجنوبية للغريان. العميد عبد الله كشلاف أكد أيضا أن الأوضاع الأمنية في المدينة جيدة، وأن قوات حكومة الوفاق بالتعاون مع المقاتلين داخل المدينة يؤمنون كل أنحاء غريان ومستعدون للدفاع عنها في مواجهة أي طارئ. الحشود التي حاول حفتر تجميعها لمعاودة الهجوم على غريان لاستردادها تعرضت للقصف من طيران الوفاق في منطقة فسان قرب نسمة على حدود منطقة مزدة، وهو ما أحبط هذه المحاولة الجديدة لاستهداف غريان وفق ما أكدته مصادر عسكرية لليبيا الأحرار. مدينة غريان ذات الموقع الاستراتيجي والتي تبعد عن طرابلس جنوبا حوالي 80 كيلومترا، كانت محور خطط حفتر لاقتحام العاصمة بدعم فرنسي وإماراتي، وهو ما جعل فقده لها خسارة استراتيجية أربكت كل مخططاته بحسب المختصين، وجعلته يسخر معظم مجهود قواته العسكري لاسترداده. أكد عميد بلدية غريان يوسف بديري بدء تفعيل عدد من الخدمات الأساسية في المدينة وعلى رأسها قطاع الصحة
بعد إعادة العمل في قسمي الباطنة والعظام في مستشفى غريان العام على أن يجري العمل على تفعيل غيرها تباعا. وقال بديري في مداخلة سابقة عبر شاشة ليبيا الأحرار إن عمليات توزيع السيولة النقدية ستبدأ يوم الاثنين بعد استكمال عدد من الإجراءات والاتفاق على آلية التوزيع من خلال مخاتير المحلات. وأضاف بديري أن عمليات تزويد المدينة بالوقود مستمرة بعد وصول 1.5 مليون لتر من المحروقات الفترة الماضية، موضحا أن النقص في اسطوانات الغاز يرجع إلى زيادة الطلب عليها داخل المدينة وضواحيها. وتداولت صفحات ومحطات إعلامية تابعة لحفتر بالكثير من التهويل مزاعم سيطرة قوات حفتر الكاملة على غريان، لكن سرعان ما تراجع بعضها مواسين متابعيهم بأن قواتهم المسلحة تقدمت واقتربت من المدينة لكن دون السيطرة عليها. لواء كامل أسرى وآليات. قديما قالت العرب الحرب خدعة، ويقصدون فن القتال والخطط العسكرية، ولكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الحيلة وحسن التدبير واتبعوا الإشاعة والتضليل وما تهوى أنفسهم أن تسمع وترى. وتأكيدا على أن عملية تحرير غريان كانت ضربة قاسمة لقوة حفتر ولم يعد لها سوى الحرب الإعلامية المضللة على حد عبارة آمر قوة حماية وتأمين غريان العميد عبدالله كشلاف، فقد استعاض المعسكر الإعلامي التابع للرجمة عن واقع خسارة غريان بحلم استعادتها ولو كان وهما ونسجا من خيال. ذاك ما كشفته إشاعة استعادة قواتهم المسلحة لمدينة غريان والسيطرة عليها بالكامل، فقد نشرت قناة الفضائية الليبية نقلا عن شعبة الإعلام الحربي التابعة لحفتر عاجلا نصه أن القوات المسلحة تسيطر على وسط غريان في هجوم مباغت قبل أن تلحقه باعتذار عاجل عن نشر خبر السيطرة المزعوم، معتبرة ذلك خطأ غير مقصود. فيما جاء توضيح أحد أبواق حفتر المشهورين محمد مطلل في مقطع متلفز، لكن دون أن يلحق ذلك باعتذار لمتابعيه. أنا رأوا طبعا طلع يعني بعض حتى نحن كتبنا عاجل إن لا، الجيش يقترب من وسط غريان فقط ليس السيطرة عليها. محمود المصراتي إعلامي آخر انخرط في جوقة الولاء لحفتر بإشاعة عنونها بغريان الهدوء الذي يسبق العاصمة، غير أنه لم ينتبه إلى تعليمات القيادة بأنهم لم يصلوا بعد إلى غريان وفاته شرف الاعتذار ولو بالإكراه. المركز الإعلامي اللواء 73 مشاه أشاع خبر السيطرة بعبارة غريان بالكامل وجر وراءه عددا من الإلكترونيين المهللين باستعادة غريان، لكنه التقط الإشارة سريعا ونشر اعتذارا عن منشوره زاعما أنهم نقلوا الخبر من حساب مدير المركز المخترق، ومن عجائب الصدف أن يكون الاختراق في خبر غريان وحده. أما شعبة الإعلام الحربي الناطقة باسم قوة حفتر فقد اكتفت بالإشارة إلى أن الخبر مزور دون تقديم تفاصيل عن مصدر الإشاعة، كما شارك في وهم سيطرة حفتر على غريان عدد من المغردين والمدونين، استدرك بعضهم بالاعتذار واكتفى آخرون بالصمت. ولكن رغم فشل التضليل الإعلامي في صناعة الرأي العام وعجزه عن كسب المعارك التي يخسرها الرجال على الأرض، إلا أنه يكشف ما في النفوس من سواد وسقوط أخلاقي. نفى ناطق باسم قوة حماية سرت طه حديد الاثنين حدوث أي انفجار لسيارات مفخخة في المدينة أو وجود أي قصف جوي. وأوضح حديد لليبيا الأحرار أن الانفجار الذي حدث في سرت كان نتيجة انفجار حاوية الذخيرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة دون وجود أي إصابات، مشيرا إلى أن منطقة السبعة غرب سرت شهدت عملية تفجير ناجحة لمخلفات الحرب. قالت منظمة الصحة العالمية إن الحرب على طرابلس أسفرت عن مقتل 1093 قتيلا وإصابة 5752 شخصا من بينهم 294 مدنيا. وأضافت المنظمة عبر صفحتها الرسمية بتويتر أن هناك 100,000 شخص نزحوا من بيوتهم هربا من مولات الحرب حتى الآن، منوهة إلى أنهم يقومون بتدريب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والمشردين.
لم تمضي 7 أيام على الحصيلة التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية حول أعداد القتلى والجرحى لتزداد مرة جديدة، فتصدر بشأنها المنظمة حصيلة فحواها أن عدد القتلى حتى الآن بلغ 1093 قتيلاً بينهم 106 مدنيين، وأن عدد الجرحى وصل إلى 5752 شخصاً من بينهم 294 مدنياً. ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بسبب الحرب على طرابلس رافقه ارتفاع في أعداد النازحين والمهجرين، حيث وصلت أعدادهم حتى الآن إلى 100,000 شخص. يوجد البعض منهم بمراكز الإيواء المخصصة لهم من قبل حكومة الوفاق، والبعض الآخر لدى أهلهم وذويهم بالمدن والمناطق البعيدة عن خط النار. منظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى إحصاء ضحايا الحرب من الطرفين تقوم بتدريب الأطباء الليبيين على تلبية احتياجات الصحة البدنية والعقلية للجرحى والنازحين والمهجرين، وتقوم أيضاً بالاستمرار في إرسال الأطباء والإمدادات الطبية لمساعدة المستشفيات وتخفيف العبء عنها، حيث أكدت حول ذلك عبر صفحتها الرسمية بتويتر أن فرقها قامت بأكثر من 1700 عملية جراحية خلال 3 أشهر الماضية، أي خلال فترة الحرب على العاصمة. عمل الصحة العالمية على الأرض يأتي متزامناً مع عمل عديد الجهات المحلية، ولكن الأخيرة تبدو أقرب للأحداث من المنظمة بفعل قربها مكانياً من خطوط النار كجهاز الإسعاف والطوارئ والمستشفيات الميدانية وهيئة السلامة الوطنية طرابلس، حيث قالت الأخيرة أن هناك مواطناً راح ضحية القصف العشوائي لمنزله قرب مسجد الكحيلي بمنطقة عينزارة، ليكون بذلك رقماً سيضاف للحصيلة المقبلة لدى منظمة الصحة العالمية طالما أن الحرب لم تتوقف بعد. قال أعضاء من مجلس النواب في بيان لهم عقب لقاءات عقدوها في القاهرة إنهم ناقشوا سبل تفعيل عمل مجلس النواب ليؤدي دوره، كما ناقشوا سبل الحل الممكنة للأزمة الليبية الراهنة بحسب البيان. اللقاءات أثارت جدلا لم ينتهي بعد أو حول مكان الانعقاد وأهدافه، واعتبرها نواب في المجلس بطرابلس مخالفة للقانون الليبي، وأنها نتائج تلك الجلسات لا تمثل إلا من حضروها. جلسة مرتقبة لمجلس النواب لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع خارطة للحل وفق جدول زمني وآليات واضحة دون تحديد للمكان ولا الزمان. هذا أهم ما تمخضت عنه زيارة عدد من النواب لمصر واجتماعهم مع جهات مصرية في لقاءات مغلقة وصفت بالتشاورية. التأكيد على مدنية الدولة الليبية والمحافظة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة التزاما بالإعلان الدستوري وتعديلاته التي تنظم المرحلة الانتقالية في البلاد. البيان الصادر عن بعض الأعضاء من القاهرة فسر الماء بعد الجهد بالماء، إذ أن وحدة ليبيا وسيادتها ومدنية الدولة والحوار السلمي هي محل نزاع مع حفتر الذي انقلب على كل ذلك بتمكين أجانب من انتهاك السيادة بإدخال ضباط فرنسيين باعترافه شخصيا بذلك، وضباط إماراتيين وجنود مصريين ومرتزقة أفارقة مكنهم جميعا من المشاركة في الهجوم على عاصمة البلاد طرابلس وفق اعتراف قيادته العسكرية نفسها. مجلس النواب هو من أعاد من طبرق حفتر للخدمة العسكرية ومنحه الرتبة العالية ونصبه قائدا عاما، وهو بدوره من انقلب على الحوار السياسي وأراد الانقلاب على الدولة المدنية والوصول إلى السلطة بالقوة وليس عبر التداول السلمي، وهو من عطل المسار الديمقراطي وأعلن بلسانه تعطيل العمل بالإعلان الدستوري. كما أن مصر التي اختارها هؤلاء النواب أو اختارتهم هي لعقد لقاءاتهم يرى البعض أنها تحاول إنقاذ مشروع استبدادي في ليبيا وتكرار نموذج مصري انقلب فيه العسكر على اختيار الشعب. انعقاد الجلسة في مصر انتقده النائب محمد رعيض وعده مخالفا للقانون الليبي الذي ينص على عدم عقد جلسات خارج البلاد،
مؤكدا أن النواب المجتمعين في طرابلس لم يشاركوا في اجتماعات القاهرة، كما انتقد دور مصر المنحاز ودعمها الصريح لحفتر. أما النائب جلال شويهدي فقد وصف الجلسات المنعقدة في القاهرة بالغموض في الأهداف وعدم وضوح الأجندة التي عقدت على أساسها، موضحا أن نتائج تلك الجلسات لا تمثل إلا من حضروا بصفتهم الشخصية. وبين هذا وذاك يبقى السؤال عن دور النواب المؤيدين للعدوان على العاصمة وجوابهم للأجيال القادمة عن مسؤوليتهم عن دماء سفكت وأرواح أزهقت، فيما يظل للنواب المؤمنين بالدولة المدنية والمسار السياسي دور هام في المشهد مهما ضعف صوتهم وعلى عليه صوت الرصاص. بحث عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد مع الهيئة البرقاوية الخطوات التي ستقوم بها الهيئة لتقريب وجهات النظر ودعم العملية السياسية. ووفق إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، فقد استعرضت المباحثات الجهود الاجتماعية التي تبذلها الهيئة والمبادرات التي تقوم بها للمصالحة الوطنية بين الليبيين ورأب الصدع وتحقيق الاستقرار وإرساء السلام في البلاد ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها للبلديات والمواطنين. أما الآن ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الكاتب الصحفي عبد الله الكبير. بداية أهلا بك سيد عبد الله. مرحبا، تحية طيبة لكما ولكل السادة المشاهدين. سيد عبد الله، النواب المجتمعون بالقاهرة يؤكدون في ختام اجتماعاتهم على سيادة ليبيا ومدنية الدولة، كيف تعلق على هذا؟ نعم، طبعا المجموعة التي اجتمعت في القاهرة لا نستطيع أن نصفها بالبرلمان، وإنما هي جزء من البرلمان. حديثهم عن السيادة يبدو مضحكا، لو كانت هناك سيادة حقيقية وهم حريصون عليها لكانوا اجتمعوا في ليبيا، اختاروا مدينة ليبيا اجتمعوا فيها وحاولوا لملمة أطراف البرلمان المشتت الآن بين برلمانين، جزء في طرابلس وجزء موجود في تبرك، ناهيك عن عدد كبير من النواب لا يحضرون لا هنا ولا هناك، هذا أولا. ثانيا، كل التقارير الدولية وكل الشواهد والأدلة تقطع بأن هناك تدخل خارجي واضح مسافر في ليبيا، الطرف يدعمونه عسكريا، فماذا لا يتحدثون عن القيادة ويواجهونه بهذا الاختراق الذي يقوم به إدخال ضباط وإدخال مرتزقة إلى ليبيا، وبالتالي يبدو حديثهم عن السيادة مجرد فكاهة أخرى من الفكاهات التي تسبق لها ليبيا الآن. طيب سيد عبد الله، برأيك هل اجتماعات القاهرة هدفها محاولة الحصول على حل سياسي في ظل فشل قوات حفتر في دخول العاصمة طرابلس؟ نعم، هو جزء ربما يجري خجل بعد فشل حفتر في اقتحامه لطرابلس، ورغم انه يحضر لهجوم اخر ولكن لا يبدو ان نصيبه سيكون افضل من الهجوم الاول الذي تجاوز 100 يوم ولم يحقق شيء سوى الهزائم المتتاليه. فتره سياسيه جديده ترعاها مصر، حاول ان يكون هناك خط سياسي موازي يتم الاعتماد عليه بعد ان يتحقق فشل عسكري تماما. لكن في اعتقادي ان مصر لا تستطيع ان تقود حد سياسي في ليبيا لاسباب عده، على اهمها ان مصر طرف في النزاع وقد استدعت النواب المؤيدين للحرب، وبالمناسبه بيانهم اليوم لم تاتي باي اشاره للحرب. إذا كان أهم حدث في ليبيا الآن هو الحدث الذي يقصد هذا إلى نقطتين على أقل تقدير ويسبب هذه المآسي والكوارث، لم يذكر النواب الذين اجتمعوا في القاهرة أي حديث عنهم، فماذا بقي ليتحدثوا عنه عن أي حدود سياسية أو تشكيل؟ عقد جلسة في المستقبل القريب لطرح هذه التقارير وهم لم يذكروا الحرب. المهم مصر طرف الأزمة وهي تدعم هذا الجزء المؤيد
الحرب هذا أولا. ثانيا البرلمان نفسه، البرلمان نفسه حتى لو اجتمع طيب سيد عبد الله الكبير، نعتذر منك شديد الاعتذار، ولكن هناك خلل في الصوت من المصدر، لا نستمع ليك بشكل جيد، لذا أشكرك جزيل الشكر. السيد عبد الله الكبير الكاتب الصحفي كنت معي عبر سكايب من لندن. أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانا كشف بموجبه عن إيراداته المالية خلال النصف الأول من العام الحالي. وأشار المصرف إلى أن إيرادات النفط والغاز هي المورد الأهم لتمويل الترتيبات المالية لعام الجاري، حيث بلغت حوالي 93% من إجمالي الإيرادات. المزيد في سياق هذا التقرير. الإيرادات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو الماضي بلغت حوالي 14 مليار دينار، هذا ما أكده مصرف ليبيا المركزي في تقرير جديد خصصه للكشف عن إيرادات النفط والضرائب والرسوم المفروضة على النقد الأجنبي. المركزي قال إن الإيرادات النفطية حققت فائضا تجاوز المليار دينار، مشيرا إلى أن إيرادات النفط عن العام الماضي أكثر من 24 مليار دولار في قيمة هي الأعلى منذ 5 سنوات وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط. أما إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي فقد بلغت ما يزيد عن 11 مليار دينار، محققة فائضا تجاوز 3 مليارات، فيما بلغت قيمة ذات الرسوم للعام الماضي نحو 13 مليار دينار، خصص 5 مليارات منها لمشاريع التنمية وخمسة أخرى لسداد الدين العام، فيما بلغت إيرادات الضرائب نحو 300 مليون دينار. إيرادات الرسوم هذه جاءت بعد أن حدد المجلس الرئاسي في سبتمبر الماضي قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بما نسبته 133%، وذلك بناء على أحد بنود حزمة البرنامج الاقتصادي التي وقعت في الشهر نفسه. أرقام طرحها المركزي عقب أيام من دعوة المؤسسة الوطنية للنفط إلى ضرورة استمرار إنتاج النفط كونه المصدر الرئيسي للدخل والذي يعتمد عليه الشعب الليبي ويعتبر مصدر التمويل الرئيسي للخدمات الأساسية في كافة أرجاء البلاد. وينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الباحث السياسي والاقتصادي إسماعيل المحيشي. أهلا بك، كيف تابعت بيان المركزي الذي كشف بموجبه عن إيراداته المالية خلال النصف الأول لهذا العام؟ تحية طيبة لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. مع كل الظروف التي تعاني منها ليبيا الآن والعدوان على مدينة طرابلس أكثر من 100 يوم، يعتبر الوضع الاقتصادي جيد إلى حد الآن، نشاهد فيه استقرار في سعر كل الاحتياجات، لكن في النهاية تبقى الإشكالية في السياسات النقدية والمالية والتجارية معقدة في المشهد الاقتصادي في ليبيا. هذا التقرير أشار لإيرادات الدولة باعتبار أن تستحوذ ما يقارب من 93% من إيرادات الدولة على إيراد تصدير النفط الخام، وكذلك نسبة من يقارب 55% من نسبة الانفاق في ليبيا يتم عن طريق المرتبات. تبقى الإشكالية في ليبيا معقدة من الناحية الاقتصادية، وللأسف إلى حد هذه اللحظة لا وجود لخدمات طبية، لا وجود لتطعيمات، لا وجود لأي خطط يشاهدها المواطن الآن على المشهد. ما يشاهد الآن المواطن أن كل شيء الآن المواطن بدأ يتحمل أن يشتري مولدات، وأن كذلك يتم تدريس أبنائي في مدارس الخاصة ويتوجه إلى المصحات والمستشفيات الخاصة انعدمت الخدمات التي تقدمها الدولة. هناك إرباك في عملية النفقات في خلال هذه الدولة في خلال هذا السنة، كان من المفترض أن يكون
سيكون هناك لقاء صحفي يتضمن فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والاقتصاد والتخطيط وغير ذلك، حتى تكون الصورة واضحة للمواطن في عملية النفقات. لكن تبقى ليبيا تصدر الدول في مجال الفساد، وهناك منظومة من مال سياسي الفاسد هي من متصدر لحد الآن المؤسسات المصرفية والمالية والتجارية، ولا أتوقع هناك تحسن في الإصلاحات الاقتصادية والحزب الاقتصادية التي أطلقها المجلس الرئاسي قبل عام. نعم، طيب كيف ستؤثر برأيك هذه الإيرادات على الاقتصاد الليبي، خصوصا في ظل العدوان على طرابلس والتوتر القائم في ليبيا الآن؟ للأسف في ظل هذا الانقسام التي تعيشه ليبيا إلى حد هذه اللحظة، حتى وجود مجلس النواب في مدينة طرابلس وهذا الخلل أصبح إلى حد هذه اللحظة نعاني من خلل وانقسام داخلي. هناك سياسة نقدية بعيدة عن السياسة المالية، هذه السياسة النقدية والمالية بعيدة عن السياسة التجارية. للأسف عدم وجود أي وضوح في الإصلاحات الاقتصادية وحزمة الإصلاحات التي أطلقها المجلس الرئاسي. ونحن كاقتصاديين نحمل دائما مصر في المركزي في طرابلس والمؤسسات المالية وكذلك الرقابية التي تعتبر هي جزء من هذا الصراع، وهذه الدماء التي تزهق الآن دماء الليبيين هذه المؤسسات تتحمل جزء كبير، لأنه لا وجود لإصلاحات اقتصادية حقيقة. لو أنه كان هناك إجراء في الإصلاحات الاقتصادية حقيقة لما جاء هذا العدوان. هذا العدوان الذي يحدث الآن في غرب طرابلس هو سبب رئيسي عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقة يعيشها المواطن ويلمسها المواطن. طيب برأيك يعني ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن فعلا تطبيقها لتحسين الظروف المعيشية للمواطن في هذه الظروف في ليبيا الآن؟ لابد من توحيد السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية للدولة في ليبيا. لابد أن يكون هناك مؤسسة تشريعية تعطي صلاحيات وتقوم بتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي. إلى حد هذه اللحظة الكل يعرف أن السيد صديق الصور هو ليس محافظ مصرف ليبيا المركزي، هو الآن سلطة أمر واقع، لكن هو انتهت المدة الزمنية، وكان من المفترض على مجلس النواب أن يقوم بتشكيل وتعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي، وثم يتم تعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حتى يتم هناك وجود وحدة للسلطة النقدية. وكذلك لابد من وجود سلطة مالية وسلطة وكذلك سلطة تشريعية، لكن للأسف في ظل هذا الانقسام لا أتوقع أن هنا سيكون هناك هذا الإصلاح أو الحزمة الاقتصادية المتكاملة. عندما نتكلم عن الاقتصاد والإصلاح لابد من وجود مؤسسات نقدية ومؤسسات مالية ومؤسسات تجارية، وأن تكون هناك سلطة تنفيذية، وكذلك لابد أن تكون هناك سلطة تشريعية. للأسف ليبيا تعيش مرحلة من الفوضى، لحظة مرحلة من العبث، من الفساد، من هدر المال العام في ليبيا سواء كان في شرق ليبيا أو في غرب ليبيا. وهذا الهدر وهذا الفساد هو من خلق الآن لوبي المال السياسي الفاسد المتصدر الآن على المشهد السياسي وكذلك التشريعي والتنفيذي وعلى المؤسسات المصرفية وعلى السفرات. وكل العالم الآن يعرف، كل التقارير الدولية تشير أن ليبيا الآن أصبحت تصدر في الدول التي تتفشى فيها الفساد المال السياسي في كل مؤسساتها الاستثمارية والمصرفية والتنفيذية والتشريعية. وهذا خلل حقيقي نعيش، ولابد من إصلاح هذا الخلل في ليبيا بتوحيد السلطة التشريعية والتنفيذية. ومن ثم لابد من وجود هيكلية لإصلاح مصرف ليبيا المركزي وآليات مصرف ليبيا المركزي حتى تكون هناك سياسات ناجحة تتماشى مع هذا العصر الذي نعيشه. للأسف كل السياسات التي اتبعها مصر في المركزي في طرابلس تعتبر سياسات متخلفة وسياسات رجعية قد تكون لها تأثير إيجابي فترة قصيرة، لكن للأسف هذه السياسات لم تخلق سياسات مالية ناجحة وسياسات نقدية ناجحة للخروج من هذه الأزمة التي نعيشها. وتبقى الأزمة السياسية والصراع الآن في ليبيا هو صراع من أجل النفوذ ومن الحصول على الأموال سواء كان في شرق ليبيا أو كان في غرب ليبيا، وهذا ما تشير إليه كل التقارير الدولية وكل منظمات الدولية المهتمة بقضية الفساد والشفافية وكذلك القضايا المحاسبية والرقابية وغير ذلك. نعم، وصلت الفكرة. كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مصراتة الباحث السياسي والاقتصادي إسماعيل المحيشي، شكرا جزيلا لك.
هذا ونظم معهد التخطيط بالعاصمة طرابلس أمس الأحد الملتقى الأول للجنة التنمية المستدامة لمناقشة الرؤية العالمية 2030. وتهدف اللجنة وفق القائمين عليها إلى العمل والتنسيق مع مختلف القطاعات لتقييم الوضع وتحقيق تواصل عالمي لتنفيذ البنود 17 للتنمية والتطوير في العالم. القضاء على الفقر وتوفير الصحة والتعليم أهداف بحثها الاجتماع الأول للجنة الليبية الخاصة بتنفيذ رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالعالم في الخطة المعروفة ب2030. اللجنة مشكلة قبل عام ومنضوية تحت وزارة التخطيط وأعضاؤها أيضا منها ومن وزارتي العمل والحكم المحلي وديوان المحاسبة وغرفة التجارة والصناعة. للخطة العالمية 17 هدفاً لتحسين الظروف المعيشية، ويدرك المسؤولون في ليبيا ظروف البلاد، غير أن وفائهم بالالتزامات الدولية أمر لا مناص منه. اليوم الحقيقة هو مناسبة لمراجعة أعمال هذه اللجنة، وكذلك الإعلان عن انطلاق منتدى التنمية المستدامة الذي سوف يكمل عمل هذه اللجنة ويكون منصة للحوار المتبادل بين الفنيين من جهة وبين الوزارات والهيئات والقطاع الخاص من جهة أخرى. الاهتمام بالتنمية المستدامة ليس اهتماما طوبائيا أو خياليا وما إلى ذلك، نحن ندرك الظروف الصعبة التي نمر بها في الوقت الحاضر طبعا، ولكن هذا لن يثنينا على مواصلة العمل من أجل تنمية نظيفة، تنمية مستدامة، تنمية تحفظ حقوق الأجيال القادمة وتراعي شروط البيئة النظيفة أيضا. ديوان المحاسبة الجهة الرقابية في ليبيا أحد الشركاء الفاعلين، وله رؤيته في هذا الملف الهام، ومنها المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة أسوة بالموجودين. المساواة أو تحقيق العدالة المجتمعية بين أفراد المجتمع في الحصول على الثروات وفرص العمل والخدمات زي الصحة والتعليم وغيرها، وبالتالي الربط بين تحقيق أهداف التنمية بشكل عام والتنمية المستدامة هو في مدى مراعاة الحكومات للحقوق وواجباتنا نحو الأجيال القادمة اللي ما تحضرش الآن في عملية استخدام الموارد. فبالتالي يجب أن يكون خاصة في الدول اللي تعتمد على موارد طبيعية زي ليبيا مثلا، لما نتكلم على موارد النفط الآن للأسف كل موارد النفط تقريبا أو بنسبة 90% من موارد النفط هي تستخدم لنفقات تسييرية لتحقيق أهداف عاجلة زي المرتبات، صحة، تعليم، كل هذه أهداف فعلا هي أهداف سامية ولا بد منها، لكن لم تراعي نهائيا حقوق الأجيال القادمة في هذه الثروة، يعني ما فيش حاجة اسمها استدامة. التنمية المستدامة برنامج تنخرط فيه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء من أجل تحسين ظروف العيش ومحاربة الفقر وتوفير فرص العمل، ومشاركة ليبيا في هذه المنظومة أمر سينعكس إيجابا على مناحي الحياة فيها. عبد الرحيم عطية، قناة ليبيا الأحرار، طرابلس. النشرة متواصلة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ينعكس سلبا على أصحاب المحلات التجارية والمهن التي يرتبط نشاطها بالكهرباء. كل ما يمس حياتنا تحركه مؤشرات مختلفة تشكل حاضرنا وتتنبأ بمستقبلنا، تتحكم في مواردنا وتقيم اقتصادنا وتجيب عن تساؤلات تشغل الكثيرين منا. رحلة هذه المؤشرات ستتوقف عندنا لتصل إليكم. المؤشر يأتيكم في الأوقات التالية. مواطن جراء قصف طيران حفتر لمنزله في عين زارة، وقوات الوفاق تعلن القبض على ضابطين من مسلحي الكرامة.
الصحة العالمية توثق مقتل 1093 شخصا من بينهم أكثر من 100 مدني منذ بدء الحرب على العاصمة. المصرف المركزي يعلن بلوغ إيرادات بيع النقد الأجنبي 13 مليارا و200 ألف دينار لعام 2018. أهلا بكم. ناشد عميد بلدية سبا حامد الخيالي حكومتي الوفاق والمؤقتة والشركة العامة للكهرباء التدخل لحل مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن مدن الجنوب. وأضاف الخيالي في تصريح لليبيا الأحرار الاثنين أن المدينة تشهد أوضاعا أمنية سيئة، مؤكدا عدم تفعيل المؤسسات الأمنية حتى الآن رغم سيطرة قوات حفتر عليها. في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان على العاصمة طرابلس، تعيش المنطقة الجنوبية ترديا في الأوضاع المعيشية والخدمية وسط انفلات أمني أظهر أن العمليات العسكرية الأخيرة التي أطلقها حفتر لتطهير الجنوب مما سماه الإرهاب لم تكن سوى بروباغاندا إعلامية لتحقيق أهدافه السياسية. مدينة سبها بعدما كان عميد مجلسها البلدي حامد الخيالي يؤكد مرارا وتكرارا عقب دخول قوات حفتر إليها أنها أصبحت تشهد تحسنا أمنيا، يقول اليوم إن المدينة تشهد خروقات أمنية وتنتشر فيها السيارات المعتمة التي تمارس السرقة والحرابة والجريمة، محملا مدير أمن سبها مسؤولية عدم المجاهرة بالأمن داخل المدينة. ولم يقف تردي الأوضاع في سبها عند الجانب الأمني، بل أكد عميدها أن المدينة تشهد حاليا أوضاعا معيشية صعبة وترديا في الخدمات العامة والأساسية، أهمها شح الوقود في محطات التعبئة واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة الذي تسبب في عدم قدرة المواطنين على تشغيل مضخة المياه. عميد بلدية سبها وفي حديثه لليبيا الأحرار ناشد الحكومات في شرق البلاد وغربها التدخل العاجل لإنهاء الأزمات القائمة وتخفيف العبء عن المواطنين. انعدام الأمن في المنطقة الجنوبية أدى إلى استمرار الاعتداءات على منشآت الدولة الخدمية، فلا يكاد يمر شهر أو شهران إلا وقد اقتحمت مجموعة مسلحة محطة كهرباء أو بئر مياه أو حقلا نفطيا. كان النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات على محطات توليد الكهرباء التي طالبت مرارا مؤسسات الدولة بحماية منشآتها والعاملين فيها. وعلى إثر هذه الاعتداءات أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغة تعليماته بضرورة التعامل بحزم مع أي اعتداء مسلح على أي مرافق تابعة لشركة الكهرباء أو محطات الوقود. بشاغة شدد على مديري مديريات الأمن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة الشرطة الكهربائية، شدد على ضرورة التعامل وفق قواعد الاشتباك والرد بإطلاق النار على الاعتداءات حفاظا على حياة الناس وأرزاقهم. فإلى متى سيبقى الجنوب يعيش في فوضى أمنية وأوضاع معيشية صعبة رغم مزاعم حفتر بتحريره والسيطرة عليه؟ في السياق ذاته قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة قال إنهم لجأوا لطرح الأحمال حاليا للحفاظ على استمرار عمل الشبكة الكهربائية. وتواجه الشركة العامة للكهرباء تحديات كبيرة أبرزها عدم استكمال المشروعات بسبب رفض الشركات الأجنبية العودة نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها البلاد. بعد أسابيع من الظلام شبه الدائم والذي عاشته مدن بالمنطقتين الغربية والجنوبية، إدارة الشركة العامة للكهرباء تخرج عن صمتها لتتحدث عن التحديات التي تواجه الشركة وسبب لجوئها لعمليات طرح الأحمال بعد ساعات فقط من إعلان دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أباري للخدمة. الشركة أوضحت على لسان رئيس مجلس إدارتها عبد المجيد حمزة أنها لجأت إلى طرح الأحمال الحفاظ على استمرار عمل الشبكة الكهربائية، مضيفا أن المشكلة تكمن في عدم استكمال المشروعات بسبب رفض الشركات الأجنبية العودة نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها البلاد. الشركة شددت أيضا على دور البلديات للتصدي للاستهلاك السلبي للكهرباء، داعية المواطنين إلى الوعي في استهلاك الكهرباء حتى يتم تخفيض طرح الأحمال. هذه الشركات أرسلت خطط أمنية بكل التفاصيل، ماذا يجب أن يكون في موقع المحطة الفلانية وكيف يتم حماية هذه الشركات، وإحنا وافقنا على كل هذه التفاصيل الأمنية. متوقع خلال نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم حتبدأ يبدأ رجوع هذه الشركات.
بينما أوضح المدير التنفيذي لشركة العامة للكهرباء علي ساسي أنهم اتفقوا على حل أزمة قطاع التيار بعد التواصل مع وزارة الداخلية في المناطق التي توجد بها إشكاليات، مؤكدا أن الظروف الجوية أسهمت في خروج عدد من وحدات توليد الطاقة الكهربائية وفقدان ما يقدر بحوالي 600 ميجاوات. ساسي أشار أيضا إلى وجود استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، إلا أن العوائق الخارجة عن إدارة الدولة حالت دون تنفيذ الخطط الموضوعة وفق قوله. عقدنا 3 اجتماعات مع مدراء الأمن في المناطق التي توجد فيها إشكاليات في طرح الأحمال، ووضحنا لهم سياستنا، ولاحظنا في أشياء ملموسة في كثير من المناطق، وكانت لها مردود إيجابي على الأقل في خروج الأزمة من الأزمة خلال نهاية الأسبوع الماضي. وتواجه الشركة العامة للكهرباء عقبات تتمثل في إقناع الشركات الأجنبية في الرجوع لاستكمال المشاريع المتوقفة التي من شأنها أن تخفف من ساعات طرح الأحمال، فضلا عن تحديات داخلية لكبح الاعتداءات المستمرة على العاملين بمحطات التحكم وأعمال السرقة المستمرة لمعدات المحطات التابعة لها. أثر انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على أصحاب المحلات التجارية المتنوعة، وذلك لارتباط نشاطهم التجاري بالكهرباء، حيث تتعرض بعض المواد لتلف بسبب طول مدة انقطاع الكهرباء. وقد اتخذ بعض التجار بدائل لتوفير التيار الكهربائي واستئناف نشاطهم بالمولد الكهربائي ليدخلوا دوامة جديدة من المعاناة بسبب غلاء أسعارها وعدم توفر مادة الديزل. محلات تجارية متعددة يربك نشاطها ويقلل عدد زبائنها ويتلف معروضاتها انقطاع الكهرباء عنها لساعات طويلة من طرح الأحمال. الضيلة ما يهرب، أي حاجة بصقع ما عادش الثلاجة، حتى في مواد معينة ما عادش يقدروا يجيبوها، مثلا آيس كريم حاجة زي هذه. فالمواطن يبي يجي يحل حاجة مصقعة ما يلقاش. التكييف نفس الشيء، احنا موظف هنا نقعد 12 ساعة من غير تكييف، يعني الموضوع صعب شوية. معاناة يومية يتكبدها البائعون جراء انقطاع التيار، وحلول بديلة هي الأخرى تفتح باباً جديداً للمشقة. صعب في جيتكم تو انتم هنا ضي هارب، يعتبر كلها مولدات، شارع كامل كلها يخدم بمولدات، سواء القهوة سواء جنبنا حتى مواد غذائية كذلك يخدم بمولدات، يعني أوقات يجي ربع ساعة نص ساعة ساعة بالكثير ويهرب. ما انحلتش المشكلة، مشكلتنا في النفطة كذلك، نفطة نخدفها من برا من السوق السوداء، حتى هي بيسوم أزيد وبأكتر، ما فيش حاجة تنحل. حلنا مشكلة المولد والكهرباء، جتنا مشكلة النفطة، حتى النفطة كذلك نعانوا منها. تتحكم الكهرباء حتى في اختيارات المواطن ومشترياته، وقد يكلفه غيابها فشله حتى في الحصول على بعض الخدمات الطبية. كنت في العتيقة، يعني مستشفى ينطع عليه الضي، بنصور صورة وواحد قالوا لا خلاص والله كهرباء ما فيش، واحد وكذا روحت، يعني مضطر اني نجي مرة ثانية. ارتفاع لافت يشهده هذا الصيف في درجات الحرارة وظروف صعبة تنحدر إلى أصعب يقاسيها المواطن جراء مشكلة الكهرباء اليومية دون بدائل مريحة أو حلول تلوح في الأفق القريب. لقناة ليبيا الأحرار، أحلام الكماشي، طرابلس. هذا واستطلعت قناة ليبيا الأحرار رأى بعض المواطنين حول أزمة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. أزمة هذه مفتعلة من الأخير، بالنسبة لنا مفتعلة، لما تجي منطقة ما فيهاش ضي ومنطقة حتى ضي ما يربش عليها، واضح أن هي أزمة مفتعلة. شو الغرض منها؟ الله أعلم شو الغرض منها. مثلا الواحد اللي عنده مولد مولدات يبيعوا هذا في المولدات، ماذا بيه الضي ما يجيش باش تمشي بضاعته، وخلي حدد ولا حرج على الميزانيات اللي تنزل في الكهرباء. عندنا العراق خير الدليل، العراق هنا صفحات العراق 45 مليار صرفت على الكهرباء وقاعد يقطع له، واحنا من الطردوش من الموضوع. هو خدمة واقفة، لا كهرباء لا واه، الضي من الأربعة جاينا توا الساعة 11، مع ان في ناس عندهم ضي ويخدموا. احنا شنو؟ مش ناس، مش بشرية، شنو؟ تحس فيهم كل واحد يجي يطلع لك في التلفزيون يدوي لك كلمتين، يقول لك والله وحنا ومش عارف ونبو صيانة. باي انت عارفين انك انت تبي صيانة، وعارفين ان احنا من 2011 انك انت شركات ما خشتش لليبيا بحكم ان هي ما عندهاش استطاعة تخش. اول شيء بتقول لك من بيأمن لي؟
لكن انت الاشكاليات هذه تقدر تحزها بروحك بنفسك انت عندك الكفاءات اللي تقدر تدير شيء زي هذا. مثلا نجوب حكايه الخدمه انا حابسين السبب هو الضوء الكهرباء فهمتني ب 12 ساعه ولا 24 ساعه فهمتني نخدموا في قهوه بتزيري هنا هاي حابسه تو السبب هو الضوء الكهرباء اللي يهرب يوميا فهمتني. قال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة إبراهيم بالحسن إن عدد الإصابات جراء لدغات العقارب بلغت منذ بداية الصيف أكثر من 100 حالة في مستشفى الكفرة العام وعشرات الحالات في المناطق المجاورة لها. وأوضح بالحسن في مدخلة سابقة عبر شاشة الأحرار أنه جرى تسجيل عدد من حالات الوفاة رغم توفر الأمصال والعناية الطبية بسبب تأخر وصول المصابين للمصحات نظرا لبعد المسافة وفق قوله. وأرجع بالحسن تزايد أعداد الحالات المصابة بلدغات العقارب هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية إلى الزيادة الشديدة في درجة الحرارة. وكأن الجنوب لم يكتف مما يعانيه، ليضاف إلى ذلك كابوس آخر هم في أشد الغنى عنه، حيث سجل بمدينة الكفرة تزايد في أعداد الذين تعرضوا للدغات العقارب هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وتنتشر العقارب في المنطقة الجنوبية تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، فمع بداية فصل الصيف تتزايد أعداد الإصابات نظرا للأجواء الحارة التي تدفع العقارب إلى مغادرة جحورها. ويقول البعض إن ساعات المساء هي الأكثر نشاطا. جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة أكد وصول 7 حالات مصابة بلدغات العقارب إلى مستشفى عطية الكاسح ليلة السبت فقط، مضيفا أن 3 من الإصابات سجلت لأطفال من بينها حالة لطفلة لا تزال في العناية الفائقة. مدير الجهاز إبراهيم بالحسن أكد أن عدد الإصابات منذ بداية الصيف بلغ أكثر من 100 حالة في مستشفى الكفرة العام وعشرات الحالات في المناطق المجاورة لها. وحسب إحصائية رسمية فإن نسبة الوفيات تبلغ 1 من 5 من بين المصابين البالغين بلدغة العقرب، وهي أكثر عند الأطفال بسبب ضعف بنيتهم. وقد راحت في الأيام الماضية طفلة من المدينة ضحية للدغة عقرب، وبينما ذكرت مصادر محلية أن وفاتها بسبب نقص جرعات المصل، ردت إدارة المستشفى بأن كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات تم اتخاذها، بما فيها إعطاؤها جرعتين من مضاد العقرب الموجود والمتوفر بقسمي الأطفال والطوارئ بالمستشفى، وتحسنت حالة الطفلة إلى حد ما، إلا أن حالتها تدهورت في ساعات الصباح وأصيبت بهبوط في القلب والتنفس ولم تستجب للإنعاش. جهاز الإسعاف والطوارئ بالكفرة أكد توفر الأمصال مما ساهم في إنقاذ حالات كثيرة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نوعية السم العقارب هذا الصيف تبدو أقوى وأكثر فتكا، ويخرج العقرب من جحره عند ارتفاع درجات الحرارة باحثا عن البرودة، ويتوجه إلى الأماكن الباردة ومنابع المياه ليلا، وفي النهار يبحث عن أماكن فيها الظل والرطوبة، وهو ما توفره منازل المواطنين مما يجعلهم عرضة للدغاته السامة. إذن مشاهدين بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مقتل مواطن جراء قصف طيران حفتر لمنزله في عنزارة، وقوات الوفاق تعلن القبض على ضابطين من مسلحي الكرامة. الصحة العالمية توثق مقتل 1093 شخصا من بينهم أكثر من 100 مدني منذ بدء الحرب على العاصمة. المصرف المركزي يعلن بلوغ إيرادات بيع النقد الأجنبي 13 مليارا و200 ألف دينار لعام 2018. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت libelahrar.tv وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله. We'll be right back.